أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فهيئنا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى درجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تب العفو فاعف عنا وعن والدينا ومعلمينا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصل لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلنا الارض التي فيها معادنا، واجعل الحياه زينه لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اجعل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم ايماننا ايمان المؤمنين، واسلامنا اسلام المسلمين، وصلاتنا صلاه الخاشعين، ودعاءنا دعاء المستجابين، واعمالنا اعمال الصالحين، وتعبدنا تعبد القانتين، ونيتنا نية المخلصين، واهلنا اهل المتقين، واموالنا اموال المتصدقين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين والتوابين والتائبين، وعلمنا علم الفقهاء، وحياتنا حياه العلماء، وموتنا موت الشهداء، ودخلنا جنة أمراض نبينا والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، والصديقون والشهداء والأولياء والصالحين، وقنا عذاب النار، ولا تجعل من أهل النار منهم الشياطين وكفنا ونفهم وفاسقين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، وربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. آمين 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 يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتغاشنا عملنا وإشاءنا وعملنا وما تسمعين منا ولقاءنا وعملنا في هذه الليلة المباركة من شهر المحرم المبارك، إنك السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحياتنا فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، منا ومنكم، تقبل يا كريم.